معنا صهيب جابر، صحفي من غازي عنتاب، ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك صهيب. يعني هل بالفعل بدأت عملية فرز عناصر داعش المعتقلين من قبل قسد وتسليمهم إلى جهات أو إلى بلدان معينة؟ بداية أحييكم أستاذة هاجر وأستاذ مشاهدي أورينت. يعني بدأت قسد بتسليم عدد من المعتقلين لديها من داعش للحكومة العراقية مؤخرا، أكثر من 250 عنصر. سبقهم أيضا لنفس الجهة للحكومة العراقية 160 عنصر من المعتقلين من داعش لدى قسد، وطبعا الجنسيات كانت من 48 جنسية. أيضا هنالك أعداد يعني كانت خلال العام 2018 وصلت إلى 500 يعني معتقل من تنظيم داعش سلمتهم أيضا قسد للحكومة العراقية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا لحكومات غربية وحكومات أيضا كان يصل موفدين منها إلى المنطقة بشكل مستمر. أيضا مع روسيا تحديدا كان هناك تسليم لعدد من عوائل مقاتلي تنظيم داعش منذ فترة. وطبعا هذه الحركة نستطيع أن نقول أنها لعدم قدرة قسد على طبعا إدارة المناطق التي تحتجز فيها عناصر داعش. كما نعلم هنالك حالات للتمرد داخل السجون التي يعني تديرها قسد. هذا ما دفع التحالف الدولي لإنشاء سجن كبير في منطقة التشبسة مؤخرا، وخلق حالة من عدم الثقة بين التحالف الدولي وقسد، خصوصا أننا نتحدث اليوم عن حالة من يعني التغاضي. وبحسب تسريبات أيضا هذا الأمر هروب مقاتلي تنظيم داعش كان متعمد بحسب بعض المصادر. وأيضا هناك يعني ما تتحدث عنها من حالة عدم الثقة صهيب تدخل في إطار ما أعلن عنه بأنها عملية إفشال لهروب عناصر من داعش؟ حالة عدم الثقة بين التحالف وقسد اليوم هي أتت لأكثر من سبب. السبب الأول هو اكتشاف التحالف الدولي وكشف معلومات خطيرة صراحة عن موضوع المبالغ التي دفعت لقسد لقيادي قسد، وموضوع تهريب عناصر داعش تجاه حاجز العون ومنها إلى مناطق الشمال السوري المحرر التابع للجيش الحر أو المسيطر عليه من الجيش الحر والجيش التركي، ومنها أيضا المظاهرات الشعبية التي كانت آخرها في منطقة الكسرة والمصعوة منذ يومين، وفي مناطق أخرى في مناطق الطبقة الرقة الريف الشرقي من دير الزور. جميع المناطق يعني باتت تشهد حالة استياء مدني من سوء الوضع في مناطق قسد، انعدام الخدمات، انتشار العصابات التابعة لقسد التي تقوم بعمليات سطو وسرقة للمدنيين. كل هذه الأسباب وبحسب يعني تسريبات أيضا وصلت أدت إلى حالة من يعني التملص من قبل التحالف الدولي من هذه الأداة التي استخدمها قسد. وبالتالي اليوم لربما نشهد يعني مرحلة مقبلة تكون هي مرحلة التخلص من هذه الأداة من قسد، وهذا يعني بحسب آخر المعلومات بالنسبة للموضوع علاقة التحالف الدولي مع وحدات يبجية وقسد عموما. طيب على الجانب الآخر، ما آخر الأنباء عن الباغوز؟ طبعا بالنسبة للباغوز نعلم جميعا أنه تم إعلان النصر على تنظيم داعش داخل بلدة الباغوز. نحن في شبكة فرات بوست حصلنا على معلومات تشير أن التنظيم ما زال متواجد في مجموعات داخل البلدة، ما زال يخرج مقاتليه من شبكة الأنفاق التي يعني صورها حتى يعني إعلاميو قسد مؤخرا، وأيضا ظهرت في مقاطع مصورة في من يعني محاولة من التحالف الدولي لردم هذه الشبكة من الأنفاق مخارج شبكات الأنفاق. وما زالت هناك هجمات بين الفينة والأخرى من لمجموعات من داعش باتجاه نقاط لقسد. أيضا نشطت مجموعات سرية أخرى لداعش في ريف دير الزور الشرقي والرقة والحشكة أيضا خلال الفترة الماضية، وفي الشمال السوري أيضا. يعني هذا الفلتان الأمني يبدو أنه يعني هو ما اكتشفه التحالف الدولي مؤخرا، يعني بعد إعلان النصر على تنظيم داعش اكتشف التحالف الدولي أنه لم يقم بشيء فعليا يعني، وما زال التنظيم يعني ينفذ هذه العمليات الإرهابية. لذلك بدأت المرحلة التي كنت أتحدث عنها قبل قليل. شكرا لك صهيب جابر، صحفي من غازي عنتاب، كنت معنا عبر الهاتف.